كما رأت أن بنت حنين حسام بقى لها أكثر من 21 شهر ظل الحبس الاحتياطي حتى الآن، فبالتالي أن المدة دي كلها حنين حسام ناقصها 3-4 أشهر تكون في الشارع، يعني هي خدت من المدة 21 شهر. فالمحكمة استرقفت بهذه الحالة، ونحمد ربنا أن الوضع أصبح على ما هو عليه الآن، أن المتهمين كلهم وهي متهمة أول آخر 6 سنوات من 10 سنوات نزل الوضع ل3 سنوات. ده في حد ذاته شيء جميل جدا. طبعا يعني هنقدم لها طلب نص المدة، يعني نقدم لها طلب العفو، ولكن نتمنى ان القرار بتاعها يعني يقبل بسرعة، يعني ما يفضلش فترة طويلة. طبعا حنين حسام ان القرار بتاعها يظل 3 سنوات ده رأفة، طبعا ان المحكمة استرقفت بهذه الحالة دي حاجة طبيعية جدا، وحاجة احنا شايفينها ان المحكمة شايفة ان الرأي العام وسير الفترة الماضية حنين حسام. انا كنت متوقع 3 سنوات طبعا، يعني والقرار في حد ذاته كويس جدا، لان حنين حسام قلنا ان قضت المده بتاعتها القانونيه بقى لها 21 شهر محبوسه، والمحكمه اعطت لجميع المتهمين حبس 6 سنوات ما عدا حنين حسام 3 سنوات مع الرأفة لحنين حسام، لان الوضع السني لحنين حسام لا يسمح لها بالوضع اللي هي فيه. حنين حسام 3-4 شهور يكون في الشارع يعني ان شاء الله. عمرو الجبل، ايه الفرق بينها وبين بقيه المتهمين؟ والله انا كدعوه مقاومه حنين حسام، يعني كدعوه مقاومه احنا لنا درجه ثانيه، درجه نقض الحكم كدعوه مقاومه امام محكمه جنائيه. احنا شايفين القضيه بالنسبه لحنين حسام، حنين حسام القرار يعني انا بالنسبه لي شايفه قرار طبيعي، لكن القرار الطبيعي الافضل من البراءه لحنين حسام، لان الوضع الطبيعي في اوراق الدعوه كلها بيسمح ان المحكمه كانت نظرتها تختلف تماما عن نظره ان قضيه راي عام اثيرت الفتره الماضيه، فبالتالي كان مؤثر جدا على قرار المحكمه ب3 سنوات. لكن بالنسبه لي انا شايف ان القرار طبيعي جدا في ظل ان المحكمه اعطت المتهمة الثاني والثالث والرابع 6 سنوات، يعني فبالنسبه لي انا كرأفة طبعا. نفس المحكمه اللي حكمت ب10 سنوات طبعا، ان المحكمه تنزل من 10 سنوات ل3 سنوات شيء قيم جدا، ونشكر المحكمه وقضائنا يعني انه على الاقل خلاص راعى الظروف السنيه للفتاه، وراعى الطبيعه والام، وانها وحيده الام واب يعني، وانها بتدرس في جامعه مصريه محترمه وقيمه، وجامعه كليه الاثار جامعه القاهره شيء طبيعي جدا يعني انها تتواجد في في في, في جامعتها وترجع تاني لجامعتها، وان حنين حسام مش هتظل خلف القضبان فتره كبيره خلاص، حنين حسام مش 2-3 شهور ممكن في اقرب وقت يعني يكون في الشارع يعني ان شاء الله على العيد باذن الله. يعني ما اتصدمتش، ما كانتش زعلانه؟ لا هي كان احنا كانت القرار طبعا كان متوقع، واحنا مفهمينها ان هي بقى لها فتره طويله، احنا مفهمينها ان هي بقى 21 شهر نص المده في القضايا دي عدى طبعا يعني، وقرار العفو بيجي بعد نص المده لانها ظل حبس احتياطي في سجن مركزي، فبالتالي ان نص المده ممكن يكون خلال شهر او 2 بكتير قوي يكون خرجت ان شاء الله عز وجل. بس شكرا جدا، شكرا للمشاهدين بريد الوطن.